مسلسل من مسلسلات الاحتلال كانت إحدى حلقاته هنا، وتحت جنح الظلام كان المجرم فيها الاحتلال، وضحيته زيتونة كانت تسبح لخالقها، فأصبحت تشكو خالقها ظلم وغطرسة قطعان المستوطنين. هنا إلى الشمال من مدينة الخليل، وفي الأراضي التابعة لبلدة الشيوخ، حيث تتبع ملكيتها لعائلة العيايدة، قام قطعان المستوطنين وللمرة الثالثة على التوالي بقلع وتقطيع أشجار الزيتون، والتي وصل عددها لأكثر من 2500 شجرة زيتون. احنا طبعا هذه الارض للعائله، واحنا مجموعه اخوه ورثناها على ابائنا واجدادنا. هذه الارض كانوا يمنعون المستوطنين، بس احنا اصرينا وصرنا نيجي وعمرنا الارض وحرثنا الارض وصرعناها. اول مره 500 شتله فخلعوهن، 550 شتله خلعوهن ما مليناش وما كلناش. ثاني مره زرعنا 800 وخلعوهن، ثالث مره زرعنا 1200 وخلعوهن، وهذه رابع مره بنزرع 800 شتله. فالبيرة احنا كنا في الارض هنا نشتغل، روحنا الساعة 3 تقريبا، جينا اليوم الصبح تفاجأنا لقينا الزيتون مخلع زي ما انتم شايفين. هذا جزء من الزيتون، طبعا احنا بنقعد هان دايما باستمرار، فهم عاملين زي حركة سفسطية حاطين الزيتون هذا عشان أول ما نيجي الصبح نشوفه. ف يعني هذا احنا مش كالين ومالين، فاحنا اذا بيخلعوا شجرة احنا بنزرع 10. يعني كمان هاي المستوطنين بكفيش انهم اخذوا جزء من ارضنا وبنوا فيها، كمان بدهم يستولوا على كل الارض، وبدهم كمان يخلعوا الاشتال. ارض ما بين مستوطنتين، مستوطنة اسمها متسادة او اصفر، ومستوطنة اسمها بني كيدم. هاي انشأوها في 1984، وهاي في 1994، وما زلنا بنعاني من مضايقات شديدة باستمرار. وهي الوضع أمام كل العالم، فبنتوجه لكل البشر، لكل الناس اللي بعنيهم الحياة والسلام والأمن والشجر، وكل الناس اللي عندهم إيمان واعتقاد بالقيم اللي أعطانا إياها الله عشان نعيش في حياتنا، إنها تكون في حياتنا بعيدا عن الظلم، بعيدا عن القهر، بعيدا عن الاستيطان. فلم يكتف الاحتلال الذي صادر أكثر من 100 ظلم لأصحاب تلك الأراضي، بل واستمر في سياسته ليأتي اليوم بقطع وتقليع أشجارهم. طبعا هذه الأرض باسمها منطقة الواصلي تعود ملكيتها لعائلة أبو شنب العيايدة. مساحة الأرض 320 دنم. طبعا هذه تابعة لأملاك بلدة الشيوخ، إنه المستوطنين خالعين تقريبا 700 شتلة من أشجار الزيتون اللي تم زراعتها طبعا من قبل أصحاب الأرض وبدعم من البلدية ومؤسسات أجنبية ومتضامنين أجانب، وخاصة يعني جمعية شبان المسيحية. أنا يعني بدي أقدم شكري لجميع الجهات اللي ساعدتنا وقفت معنا في زراعة هذه الأرض. المستوطنين في لهم أطماع في هذه الأرض، بدهم يأسونا ويخلونا ما نيجي على الأرض حتى يستولوا عليها. لكن يعني أنا بدي أوجه رسالة للمستوطنين المجرمين، إنه أنتوا اخلعوا وإحنا سنقوم بزراعة الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم نرى في عيون هؤلاء المواطنين سوى الحسرة والألم على تلك الأشجار وعلى ما بذلوه من جهد لزراعة أراضيهم وحمايتها. وائل طقاطقة، الحقيقة الدولية، فلسطين المحتلة.